آسف أدين يوسف، كان تفكيرك خاطئ 100%. هل تعتقد أنه من الطبيعي أن الإنسان ينام حوالي 24 ساعة من غير أكل أدون حنانية؟ لكل شيء سبب. يا ترى إيه هو السبب؟ ده مجرد حب استطلاع ومحاولة للتقرب منك والتعرف عليك. على كل حال الأمر ما فيهوش سر ولا حاجة. لو إنك عشت حياة زي اللي أنا عشتها وكنت مطارد في كل مكان بتروحه، كنت عرفت ببساطة شديدة إن أنا نمت الساعات دي كلها لسبب واحد. إيه هو؟ إن الأول مرة من سنين طويلة أحس إني ممكن أنام من غير ما يصحيني حد ويقبض عليا ويدخلني السجن أو معتقل. حذروني، مش واخد بالي، حذروني كتير من مخاطر الحوار معاك أدون حنانية. يمكن كانوا بيبالغوا في تقدير مواهبي المتواضعة أو ما عرفوش يقدروا مواهبك حق تقديرها. كان معاهم حق. كان معاهم حق. على العموم أهلا بيك في إسرائيل أدون حنانية. أنت مش ملاحظ إن دي تالت مرة تناديني فيها بأدون حنانية من ساعة ما اتكلمنا؟ مش هو ده اسمك؟ أنا اسمي المكتوب في جواز السفر هو ديفيد شارل سامحون. بس لاحظ إن أنت في إسرائيل دلوقتي. أنا عارف ده من امبارح الصبح. ومش معقول يغيب عن ذكائك إننا عرفنا بعض الحقائق عن حياتك. اللي أنا متأكد منه إنكم لازم تكونوا عرفتوا كل حاجة عني وقتلتوها بحث. بس أنا بقى أعرف اللي أنتم مش عايزين تعرفوه. إيه هو؟ إن المصريين مش أغبياء للدرجة دي.